رمائش وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات قويات، وجعلنا سراجا وهاجا وهي الشمس، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والمعصرات السحب التي ملئت كما قال تعالى فالحاملات وقرا، السحب التي حملت بالمياه. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي كثيرا يصب صبا. ومنه حديث ضعيف لكن ذكروه لبيان المعنى اللغوي، أفضل الحج العج والثج. ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، ومعنى الثج كثرة الذبائح، كثرة الذبائح يوم النحر. وأيضا في المرأة المستحاضة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه استحاضتها وماذا تصنع، ففي بعض الروايات أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك القطن تسدي به المحل، محل النزيف. قالت وأشد من ذلك إنما أثج ثجا، يعني يندفع الدم مني اندفاعا، يعني يطير القطن ويطير القطن. فالماء الثجاج هو المصبوب الشديد التتابع، المطر الشديد التتابع. قال تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ملتفة، جنات حدائق وبساتين